هذا وأوضح الرئيس السيسي أن المباحثات في إريتريا تناولت عددا من الملفات الإقليمية المهمة في المنطقة، ومنها الأوضاع في السودان الشقيق. وفي هذا الإطار جدد السيد الرئيس تمسك مصر بالتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في كافة أنحاء السودان. تطرقنا كذلك في مباحثاتنا إلى عدد من الملفات الإقليمية المهمة في المنطقة، ومنها الأوضاع في السودان الشقيق، حيث اتفقنا على أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في كافة أنحائه في أقرب وقت ممكن، وضرورة العمل على الحفاظ على مؤسساته الوطنية.